اطلق اطلق. السلام عليكم. سلام. دخلت بلا غنيه انا، تحسب راني جاي الجنازه اخويا، اطلق لنا غنيه نزوج بيا. لمعت المراه اخويا اطلق نزهو. ديلو ديلو معايا. شكون هادو؟ هشام على راكب ناقص خويا، زيدنا الموسيقى نزهو. هاي من البدايه. هاي اخويا نوض نوض. من بعد ما نقدرش نطلع. طيب عندي المهم نديرها في جنازه هذه الغنيه اخويا، ما تزهي ما والو. كان ساقسيك شكي راني نشوف نسا غير لي فام اليوم الورد. اليوم 8 مارس خويا. بون غدوه ان شاء الله 8 مارس. ها؟ غدوه ان شاء الله 8 مارس. صافي دير شاه؟ 8 مارس عيد المرأة. على ما قلت لي نجيب خماري معايا انا ثاني. على بالكم انا ما فهمتش حاجه اللي ما فهمتهاش في 8 مارس نشوف الناس كاع رافدين الورد. هذا عيد فلاحه ولا عيد حب؟ مراد راني من اخويا شوف فيا شويه. راك تشوفني من هنا؟ حاب نشوفك من هنا. مراد والله هذه الايام دخلت عند با قلت لها با اليوم عيد المرأة. قال لي جيب امك ندبحوها. قلت لها با كيف تدبح؟ قال لي انا في العيد نبغي ندبح. حبيت مش معاه. با انا با اقسم بالله جامي دخلت في سوجي تاع حب هو وامه. خاطرك لاني قلبي قلت امه دخلهم في سوجي. دخلت قلت لها با بين سقسيك على واحد المتر عليه. قلت لها علاه يقولوا الحب اعمى؟ قال لي كون جاي شوف ما نديش امك انايا. عاوتاني سقسيت امه. عاوتاني سقسيت امه قلت لها امه قلت لها باين سقسيك على واحد المثل. قلت لها يقول لك المراه دخلت الشيطان في قرعه وبلعت عليه. قالت لي علاه باك راك تشوفيه في قرعه؟ قالت لي باك برميل وما يدخلش. خطره مفيده خطره خطره با بغا يدير جاست لما ما دار والو بغا يدير جاست دخل قالها نبغيك. ما عيطت كاع لا فامي تاوعنا قالت لهم اجروا الميلو درا دخل عليا سكر نجروا. على بالكم الفام الجيريه احنا المراه الجزائريه كيخطبها واحد مرفح تقبل ديرك. احنا مراه جزائريه كيخطبها واحد مرفح تعجبتكم ليجان تقبل ديرك بلا ما تخمم. كيخطبها واحد زوالي سيمانه وهي تصلي في صلاه الاستخاره اخويا. ما ضحكتكمش هذه ها ضحكوا فيا. وراتي فين تعبان نسى بكري كان ينوض على 14 الصباح تغسل 60 سروال كاع هما نقيت عاود تغسلهم. عيب المراه تنوض مور الراجل. انا جدي ملي تزوج جدتي جامي شافها راكده ترقد قبله وتنوض موراه جامي شافها راكده. ونسى بكم بكري كانوا يديروا كما شعب هنا لكن تاع القصعه ويديروا الطعام تنجرح مصبوحه يسلها شويه دم كاع تمسحها وتكمل نورمال. ضروري دير غير شويه غوزوزونك غير تفرها ينقرا شويه تجي للستوري تجي تكتب لهم والله لا شفت الموت بين عينيا. نسى تاع ضروري. هاد الايام هاد الايام تروى تروى لدار الشرع قلت نشوف القضايا تاع الطلاق اللي صارين عندنا. كي دخلت قعدت نشوف اللي تدخل تقولها باين ندير داري وحدي تخرج تعاود تدخل الاخرى تقولها باين ندير داري وحدي. جيش نارفا قال لهم انا جيش قال لهم شي لوبي جاي باين يسككم كاع. عندي وحده جارتي والله جماعه عندي وحده جارتي في لاكارت ناسيونال حاطينها داكر ديجا عندها موشطاش خضر. موشطاش تاعها خضر قلت لها انت خاصك غير فوطو تولي لاكارت ناسيونال عندك هنا. كي سقسيتها قلت لها علاه ما تروحي تشكي على روحك وتقولي لهم بلي ردوك انت. قالت لي لا انا بالعين راني خليتها كيما هكا باش كي تجي حقي تاع الورطه ندي كيفهم انا. شو شو؟ كاينه هذه هذه حمام هذه. شو شو سقسيت؟ واش رايك يديروا لكم ليه ما كانش عيد الراجل؟ هذه سمحت مراد بلا يحكي على حق الراجل. انا هذا السؤال اللي ما لقيت له جواب. انا دول ايامات كلاني قلبي دخلت عند امه قلت لها امه بين سقسيك هو المراه نعطوها الورد كلش المراه وزادوا لها عيد المراه وحنا عيد الرجال ما كاش. قالت لي كي تولي راجل من بعد سهل الحال.